أصحاب فخامة، يشرفني الآن أن أرحب بكلمة سيشل. شكرا جزيلا. أصحاب الفخامة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس أندري ريجوليني، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، معالي الأمين العام للكوميسا، الممثلين الدائمين، السيدات والسادة، يشرفني ويسعدني أن أتحدث إليكم لأول مرة منذ أن تم انتخابي من قبل الشعب في سيشل كرئيس في أكتوبر من 2020. أول مرة أخذ الكلمة، ولكني لطالما كنت أتابع عن كثب الأنشطة والمدولة الخاصة بالكوميسا، ولطالما كنت أؤمن بمبادئ الكوميسا وقيمها، المبادئ والقيم التي نتبعها في الإجراءات التي نتخذها بصفة خاصة في هذه الأوقات الصعبة. أود أولا أن أشكر وأحيي فخامة الرئيس أندريا راجواليني، الرئيس السابق لسلطة الكوميسا، شكرا على قيادتك لهذه المنظمة على مر هذه الأعوام. أود أيضا أن أرحب بالرئيس الجديد فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. أنا أؤكد لكم أننا سوف نقدم لكم الدعم الكامل في كل الأنشطة المقبلة. أصحاب الفخامة، الشغف للدمج الإقليمي أيضا نشدد عليه لمدة أعوام. طموحنا للدمج الاقتصادي يعطينا القدرات للمشاركة بفاعلية في هذه الأسواق المليئة بالتنافس، نحاول عقد الشركات في هذه المنطقة لتحقيق أيضا التكامل الاقتصادي في الأسواق وتوسيع أيضا ومد هذه الأسواق إلى خارج المنطقة حتى نتعاون أيضا معنا في المنطقة وبخارجها. الكوميسا تعطينا هذه الفرص كي نعزز هذه الشركات الاقتصادية، وهذا يأتي من خلال التعاون وزيادة فرصه. هذه الشركات هامة للغاية للبلدان الصغيرة والجزر الصغيرة مثل سيشل، لأنها تعزز أيضا الاقتصاد لهذا الحجم الصغير من البلدان. سيشل قامت بالتصديق على الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة في يونيو من هذا العام، وهذا أدى إلى تحمس المجتمع الأعمال التابع لنا، وهذا الاتفاق سوف يساعدنا على فتح أفاق جديدة لتعزيز منتجاتنا وتقديمها بأسعار تنافسية. أيضا هناك أهمية كبيرة لها علاقة بإمكانية الدخول في الأسواق العمل التي تضم 2 مليار دولار وتصدير أيضا السلع الخاصة بنا، ونقوم أيضا بتصدير منتجات السمكية للأسواق الأوروبية. في غياب الآليات الملائمة لتصدير الأسماك في القارة التي نتبعها لا تزال قائمة، ولكن نعمل على تحسينها، تحسين هذه الآليات التي سوف تساعد على تحويل هذه الأحلام إلى واقع. إن مبدأ الخاص بإطلاق منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية يعد خطوة كبيرة نتخذها في تحقيق الرؤية الخاصة بتعزيز الساحة الاقتصادية. أيضا تعزيز هذه الرؤية سوف يساعدنا على تخطي التحديات التي نواجهها في القارة، ولطالما كنا نواجهها على مر الأعوام. لا يزال أمامنا العديد من المجهودات التي يتعين علينا القيام بها. الكوميسا تركز على الدمج الاقتصادي، وهذا لطالما كنا نركز عليه على مر الأعوام بالنظر إلى تحقيق التقدم من خلال الدمج والسلام والحوكمة
وتحقيق المساواة بين الجنسين. أيضا لأهمية لترسيخ أيضا العلاقات فيما بين الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة. من المهم للغاية أيضا أن نقوم بالتمييز فيما بين مفاهيم التجارية من خلال المكونات الأخرى الخاصة بجدول أعمال الدمج حتى تتمكن الجماعات الاقتصادية الحالية من الحصول على الدعم وتستمر في المضي قدما. لقد أشرت إلى بعض الموضوعات التي تساعد على تيسير التجارة كما تضمن ذلك الكوميسا في الأجندة الخاصة بها. الكوميسا بدأت في إدراك أن التجارة سوف تنجح عندما نقوم بتحقيق بيئة مواتية من خلال الحوكمة والاستقرار السياسي والسلم والأمن في المنطقة. أيضا بخلاف ذلك بالنسبة لسيشل الأمر مهم للغاية بالنسبة إلينا لأننا سوف نقوم بتطوير التجارة. قمنا بالربط البحري من خلال الربط البحري فيما بين بلدان المنطقة وتأمين هذه الممرات. بلا شك أن التجارة الإقليمية والتجارة الدولية هم الدافع للتطوير التجاري لأكثر من 80% من التجارة البحرية، وبالتالي تأمين التجارة البحرية بأهمية كبيرة. أصحاب الفخامة الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في أغلب وإن لم يكن في كل الاقتصادات الأفريقية. الشركات الصغيرة المتوسطة تتولى أعمال كثيرة وتساهم في خلق فرص للعمل وتطوير الاقتصاد. وفقا للبنك الدولي فهي تمثل 90% من الأعمال وأكثر من 50% من فرص العمل في جميع أنحاء العالم. التحدي الأكبر للشركات الصغيرة المتوسطة هي إمكانية الحصول على التمويل، وفي الواقع هذا حقيقي بالنسبة لسيشل. ومن السهل لنا ومن السهل أيضا للشركات الكبيرة أن نحصل على القروض من المؤسسات التمويلية لدعم هذه الشركات. تبني أيضا الحلول الابتكارية من خلال التحول إلى الرقمنة وتأسيس الاقتصاد على أساس الرقمنة أيضا أمرا في غاية الأهمية. هذه إحدى الدروس المستفادة من جائحة الكوفيد-19 حتى نتمكن من الحفاظ على البعد الاجتماعي. بدأنا في التعامل من خلال الأونلاين ومن خلال التعاملات البنكية من خلال الأونلاين أيضا ومن خلال الإنترنت. لدينا الإيوالتس أو الحافظات الإلكترونية التي ساعدتنا أيضا على إسراع عملية التأمين التحويلات المالية أكثر من التحويلات التقليدية البنكية. هذه النهج الابتكارية حافظت على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الكوميسا خلال هذه الأوقات الصعبة. أود أن أشيد بمجهودات الأمانة العامة على دعمها لهذه المبادرة. إطلاق أيضا كومفويب في 23 من أغسطس كان ذي أهمية بالنسبة إلينا. حكومة سيشل تدعم أيضا المبادرات التي تدعم المرأة في جميع أنحاء الحياة وفي جميع جوانب الحياة. نحن ندعم المرأة في سيشل، ولكن لا يزال أمامنا العديد من المجهودات التي يتعين علينا بذلها لدعم المرأة. تمكين الاقتصاد الاجتماعي للمرأة يعود بالفائدة للمجتمع برمته. أنا أعتمد على الكوميسا من خلال كومفويب لدعمنا في هذا الأمر. أرحب أيضا بمجهودات الأمين العام الأستاذة كيمبوكوي في هذا الصدد، فهي تعطينا الفرصة كي نقوم بالتبادل الخاص تبادل الرؤى والأراء للرفع من مستوى الشراكة والتعامل فيما بيننا. نحن البلدان الأعضاء لقد استثمرنا العديد من الموارد في الكوميسا على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة، وهذا يشهد على التزامنا بالمبادئ وب
بالقيم ويشهد أيضا على إيماننا بمجهودات وقدرات القدس. نحن نعمل على ضمان أن الأنظمة الثنائية تكون شفافة وعلى قدر كبير من الكفاءة. نحن نؤمن أيضا أننا نحتاج إلى الالتزام بمبادئ المساواة والحرية تتمتع بها كافة البلدان الأعضاء بالمنظمة، وهذا سوف يتحقق فقط من خلال أن نكون نتحدث من خلال الحوار الشفاف والمفتوح. أشكركم شكرا جزيلا على ترحيبي في عائلة الكوميسا، وأود أن أتمنى لكم جميعا النجاح في هذه المداولات. شكرا جزيلا.